جمهورنا متابعينا على الهواء مباشرة، استوديو الجماهير في حلقة استثنائية. عودناكم يوم السبت تكون استراحة البرنامج، لكن لأهمية الأحداث وضرورة متابعتها مع تداعياتها بتأكيد حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مهمة جدا. وخلي أبديها من موقف، يعني انتشر المقطع من يوم أمس إلى اليوم وتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تصوير الأخ الصحفي المبدع ضياء حسين. هذا الموقف بين الكابتن حبيب جعفر والكابتن راضي شنيشل اللي سبق للاثنين ان حملا شاره قياده المنتخب الوطني. هنا في موقف يدل على ثقافه كبيره بين الاثنين. رفض الكابتن راضي شنيشل انه يستلم شاره القياده لمنتخب اساطير العراق في مباراته يوم امس امام المنتخب التركي، اساطير تركيا. هذا هو المقطع، رفض بشده انه الكابتن راضي شنيشل يستلم شارة القيادة، وبالتالي شكرا للأخ ضياء لتوثيق هذه الحالة، وهي بنفس الوقت رسالة قوية جدا إلى كل من عمل مشكلة بالسابق أو ممكن يعني تصير هذه المشكلة بالمستقبل. هذه الرسالة واضحة جدا أنه هذه هي عبارة عن وصلة احنا نسميها، لا إلها قيمة ولا راح تكبر ولا راح تصغر. اليوم شفنا كل مواقع التواصل الاجتماعي الكابتن راضي شنيشل والكابتن حبيب جعفر كأنه في قمة عطائهم ومستوياتهم، واضحة جدا هذا الموضوع وش قد نالوا من الثناء والتقدير والإشادة بسبب هذا الموقف. هنا بعد هذا أبو نازك أول شيء العالم يعرفون أنت كابتن علي. لا ما يصير ميسي يا ابو عاد محمد ميسي تحية للاعبي المنتخب الوطني سابقا الكابتن راضي شنيشل والكابتن حبيب جعفر. موقف جميل ويستحق انه يذكر ونسلط عليه الضوء، بما انه حكينا على مباراة تركيا، يعني هذه الحالة على مباراة الاساطير لمنتخبنا واساطير المنتخب التركي اللي اقيمت على ملعب الشعب الدولي. البارحة كان وقت البرنامج ضيق جدا، وبالتالي ما تمكننا من التغطية الواسعة لهذه المباراة اللي كان الهدف واضح منها من قبل وزارة الشباب والرياضة إقامتها وفي إطار التمهيد لقضية رفع الحظر عن الملاعب العراقية، عن ملعب الشعب الدولي، عن بغداد تحديدا العاصمة، وهو الهدف المنشود للجميع. هذه كانت نية وزارة الشباب والرياضة اللي كثير من الأشخاص، كثير من المعارضين لربما سياسة الوزارة ذهبوا أن هذه المباراة هي دعاية انتخابية، لكن راح نوضح بعد قليل كثير من التصاريح. وفي هذه التصريحات أيضا عدد من اللاعبين اللي قالوا إحنا جينا نمثل العراق، لأن علاقة بدعاية انتخابية ولا كان الموضوع أصلا يمت لأي شيء لدعاية انتخابية لوزير الشباب والرياضة. خلي أشوف لقطات من المباراة ولقاءات لاعبينا ونرجع لأمور مهمة أخرى. Maçın nasıl geçtiğini ötesinde maçın sonucu önemli. كان الهدف من إقامة المباراة هو هدف أخوية وحبية ومن أجل رفع الحظر عن ملاعبنا بدون حق الحظر على العراق، وإحنا جينا كمساهمين من أجل مساهمة برفع الحظر عن ملاعب العراقية المتبقية، وهذا هدفنا أن نتطور مستقبلا أن نجي مباراة أخرى. اللواعب ممتنين جدا من هذه المباراة التي أجريت ما بين الفريقين، والمعتاد عليه أن الكرم والضيافة من أهالي بغداد كانت فوق العادة. اللواعب سعداء جدا بهذه المباراة، لأن كرة القدم لا يمكن إجراؤها بدون مشجعين، وكانوا المشجعين متحمسين جدا كالمعتاد في الكرة العالمية.
إيراقتك ميدة جزال جزال ما شولدو تبيك. إحنا فرحانين جينا للعراق مع أخواتنا العراقيين إن شاء الله نكرر الجاية والنتيجة مو مشكلة عندنا. إحنا أهم شيء عندنا جينا ويا الأخوة العراقيين. فاجأنا بأنه الوضع هيك بالعراق وضع مستدب وأمن جيد، لكن كانوا يصورونا غير شيء، لكن إحنا نعرف، لكن جينا وتأكدنا من الوضع. إن شاء الله الخطوات القادمة تكون أفضل. تعرف يجب أن يتكاتف الجميع في رفع الحظر عن ملاعبنا، يجب أن نترك التقاطعات اللي موجودة حاليا. الرياضة رياضة الجميع، ليس رياضة سين وصاد من الأشخاص. علينا أن نعي أن الرياضة هناك جمهور كبير يتابع الرياضة العراقية، وأنتم كدور إعلامي لديكم أيضا دور مهم في مناقشة القضايا المهمة في رفع الحظر عن ملاعبنا الكرة العراقية. إحنا من الله خلقنا ولد هذا البلد، ما يهمنا بالاختلافات السياسية ولا يهمنا بالاختلافات اللي تصير ما بين المؤسسات الحكومية. إحنا متى ما أرادنا العراق نكون حاضرين. إحنا نعتبر هذا الوجود، هذا وجودنا هو من أجل العراق. من رحنا للبصرة ما رحنا لأجل أحد، ومن رحنا الكربلة ما رحنا لأجل أحد، ومن جينا لبغداد ما جينا لأجل أحد، وباكر عقبه نروح لأربيل وزاخو لأي مكان. إحنا من شعارنا من لعبنا كرة القدم إنه نخدم بلدنا. شكرا لكل المتحدثين. رغم أن المباراة يعني تأثرت، وبصراحة يعني الطقس يوم أمس ما ساعد يعني على قضية الحضور الجماهيري، وكنا نتمنى أن الوضع يكون أفضل، لكن خلص يعني هذه الظروف وهذا اللي صار، والمباراة انتهت بسلام. حضور المنتخب التركي إلى بغداد بحد ذاته نعتبره شيء جيد وجيد جدا في هذه الظروف، ونأمل أن تكون الخطوات اللاحقة أكبر بكثير من هذه الخطوة على قضية الحضور الجماهيري وأيضا على مستويات المنتخبات اللي تحضر إلى بغداد. طبعا على هامش تواجد وزير الشباب والرياضة السيد عبد الحسين عبطان، احنا توجهنا له بنفس الأسئلة اللي قد تطرح في الشارع أو طرحت في الشارع أو من قبل مؤسسات رياضية. يعني هواي يتهمون أنه هذه دعاية انتخابية، وواحدة من هذه المؤسسات اللي طرحت هذا الموضوع اتحاد كرة القدم، وبصريح العبارة قالوا أنه أكو انتخابات قادمة. واضح جدا هذا التوقيت مع توقيت الانتخابات. أنا سمعت تصريح للسيد يحيى كريم عضو اتحاد كرة القدم، وبالتالي وزير الشباب والرياضة في تصريحه لاستوديو الجماهير قال أنا اسألوني شيء أهم، تصريحات الاتحاد ما أجاوب عليها، أنا اعطوني شيء أهم. أما اللي حاول يغلف هذا الموضوع بالانتخابات فهم متعودين على قضية التسقيط. وكلام مطول لوزير الشباب والرياضة لبرنامج استوديو الجماهير في رده على أنه تكون هذه المباراة أو قد تكون دعاية انتخابية إلى بما أنه مرشح عن العاصمة بغداد. مثل هذه الأجواء ليش ما قبلت على بعض المباريات حتى مع المنتخبنا الوطني؟ في مثل هذه الأجواء السياسية تعرف الإعلام يكون مكبل ب يعني بأجندة قنواته، فما ممكن يروج. البعض يجوز يعتبر هاي الترويج لوزارة لمرشح لشخص. ليش البعض راد يغلف هذه الاحتفالية بطابع سياسي؟ مو قلت لك لا لا، مو قلت لك هو الأجواء أجواء غير سليمة في مثل الشيء. إيه طبعا أجواء انتخابية، فالكل ما يعطيك ورقة تحسب إلك في مثل هالشيء، يعني أيام حساسة. فيحاول هسه حتى ملعب الناشف ترى تشوف، طبعا البعض يعتبرها بسيطة، أنا أعرف شنو أكو توجه وتحشيد وشغل على أنه قللوا من شأن افتتاح المطار، أنه العفو الملعب مكامل بعده شلون شنو. بعض طبعا يحكيها يعني قصدي بحسن نية، لكن أكيد أكو من يعمل، وأنا عندي معلومات دقيقة من يعمل على مثل هذه الأمور. فهو الأجواء الانتخابية للأسف شوي أجواء مرض، يعني أجواء غير صحيحة. مجرد أن طرحت الفكرة في تركيا مع بعض المسؤولين هم استجابوا الناس وأرسلوا بدون مقابل بدون مبالغ، ففرصة ثمينة للعراق في بغداد أن نستفيد من هكذا مباريات. هذه راح تشوفون راح تفتح لنا أبواب. تحت كرة القدم أكد أن المباراة هي انتخابية وليست فنية وما دخل بالمباراة. هذا الموضوع تركيا أنا مهمة، يعني تحدث لي عن مواضيع أخرى محترام لل يعني إحنا عندنا التزاماتنا وعندنا شغلنا ما أجاوب عليه الشيء إن شاء الله، ما تليق بي. أنا أصور اليوم الشعب العراقي هل قد ذكي، ما عاد يجي يؤمن ببوستر معلق بشارع أو عبطان سوالفت قضية اصطنعها والناس كلش تجي. الشعب العراقي ترى مو شيء. مسيرة وزارة الشباب والرياضة ما يعمل ضد عبطان سياسيا؟
اكيد لا هوايه اكيد عندك قوانين وقفت عندك كذا كان الغايه منها ايقاف هذا المد انت متابعين قانون الانديه وين لسه ليش ما اكو استهداف سياسي ايضا هسه ليش سميه استهداف سياسي بس اكو جزء من استهداف سياسي مبطن غير واضح واكو يعني حسد اكو عدم يعني رضا اكو غبطه شو تسميها ما ادري شو تسميها اكو يعني حتى اكثر من هذا فبيد يدك فبالتالي لو يحكي عليك لو يكتب عليك لو يسوي لك جيش لو ما ادري ايش بس هم لقوا فد واحد اللي كلش ما يعني ما انا ما اهتم لهذا لانه صار 15 سنه 13 سنه 14 سنه يشتغلون عليه ما خلوا شيء ما قالوا بالتسقيط والاي اشكال شبعت انا يعني واضح تصريح للسيد وزير الشباب والرياضة وواضح أيضا الامتعاض من تعامل اتحاد كرة القدم أو من اتحاد كرة القدم وتصريحاته ووصفه بالنص أنه ما يليق به أرد على الكلام اللي قد يصدر وكلام كثير يعني استمعنا إلى بشكل واضح أروح بمتابعتنا الأخرى تصريح للسيد جليل حنون وسألناه عن قضية نادي الميناء لأنه الميناء ورغم أنه جاي يحقق فوز لكن بعد كل مباراة نشوف التذمر واضح جدا على مدرب الفريق الكابتن ناظم شاكر وغيره أو خلي أجل يعني حديث الكابتن جليل حنون لأنه ما جاهز حاليا جهزوه شباب بعد ما نروح إلى مباراة القوة الجوية هذا اليوم على ملعب الشعب الدولي مع فريق السماوة المباراة انتهت بفوز فريق القوة الجوية وتواصل النتائج الإيجابية فريق القوة الجوية بهدفين دون مقابل يحسم هذا اللقاء المثير اللي على إثره طبعا انطرد مدرب فريق السماوة حازم صالح بعدين أكو تصريح أيضا مهم لمدرب فريق السماوة عموما القوة الجوية في دوري كرة القدم في كأس الاتحاد الآسيوي بالطريق الصحيح ويواصل الزحف نحو الصدارة نشوف الاستطلاع وإن عودة أخرى طبعا اول شيء الحمد لله على النتيجه اعتقد فوز مهم للجويه انه استمراريه انه نضيق الخناق على المتصدرين الحمد لله والشكر نطمح انه المباريات القادمه نستمر بهذا الرتم
الفريق قدم اداء جيد ومباراه جيده، ان شاء الله المباراه القادمه نفس الاداء ونفس الرتم، ومبروك جماهيرنا وان شاء الله القادمه افضل. جيك المستمر للاهداف يخليك تنتظر دعوه من المنتخب الوطني او مدرب المنتخب؟ والله مثل ما تعرف يعني هي دعوه المنتخب الوطني شرف لكل لاعب صراحه، اذا امجد او غير امجد، وهذا الشيء ما يمنع احنا يعني اي لحظه جاهزين لخدمه المنتخب الوطني. والكابتن باسم يعني اعرف بامجد راضي ومعه يعني بطوله اسيويه وبطوله الدوري حققنا، وان شاء الله ربي يعني تكون هذه المباراه يعني تكون بطوله المنتخب الوطني. صعب جدا خصوصا انه فريق السماوه فريق متطور فريق جيد جدا، بالاضافه الى ذلك الارهاق اللي تشوفه انت بفريقنا من خلال مباريات الدوري وايضا مباريات الاتحاد الاسيوي، لذلك ارتينا انه ندور بين اللاعبين. الحمد لله تقريبا كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤوليه. هاي كره القدم، ما يسجل وقدام فريق يملك لاعبين منتخب ولاعبين جيدين، ما سجلنا ما استغلينا الفرصه، عقبونا اخر دقيقه، قادم افضل ان شاء الله. المسؤول الفني يمكن انا اليوم فريق السماوة قدم من اروع المباريات وكنا نت قوي للقوة الجوية، ما كنا يعني حقيقة يعني كنا قريبين يعني في لحظات قريبة للتعادل على مرمى القوة الجوية، اضعنا فرص الحمد لله والشكر، يعني فريقنا مو ظهر بمستوى ضعيف، هذا بالعكس كنا مجارين القوة الجوية. اشكر لاعبينا على الاداء اللي قدموه ومبروك للقوة الجوية. شكرا لكل المتحدثين ومبارك لفريق القوة الجوية، علما أن المباراة كانت غير منقولة تلفزيونيا، ومرة أخرى تعود إلينا هذه المشكلة اللي إحنا ملينا منها والناس ملت منها، حتى من قلنا نقول قضية النقل التلفزيوني يمكن هسه أي واحد يبغى يقول هو هم رجعنا على هذه القضية ونفس القضية، وفلوس ماكو عند الشبكة، وقناة العراقية الرياضية ماكو فلوس، وشركة عشتار تريد الفلوس، والاتحاد والعقد وهذه الأمور اللي الجمهور ما له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد. الجمهور يريد يشوف المباريات، الفرق تريد مبارياتها تنقل، لأن النقل يقلل من الأخطاء التحكيمية اللي هي اليوم أصبحت حديث لكل الشارع الرياضي. شركة عشتار وموظفيها على حد علمي، يعني مدير الشركة فلوس غاز ما عنده، فلوس غدا إذا الكادر يروح الملعب الشعب ينقل مباراة، فلوس غدا ما عنده يجيب للكادر ما شركة مالته اللي ينقلون المباراة، لأن ولا فلس مستلم من شبكة الإعلام العراقي اللي قالوا لأنه ماكو دعم بالتالي احنا ما نقدر ناخذ مباريات. وهنا البعض الاخر يقول لا اكو اصلا خلافات داخل شبكه الاعلام بين اداره القناه المختصه وبين شبكه الاعلام هي اللي ما تحل الامور، واحنا كجمهور اتحدث، انا ما لي علاقه يعني كقناه احاول على قد ما اقدر يعني اللقطات الاهداف الحالات على قد ما نقدر جاي نخلي الجمهور بالصوره، بس مو مثل القناه المختصه اللي تنقل مباراه كامله وبشكل مباشر دورها كبير جدا. فأنا أتحدث كجمهور، إحنا ما أنذن بهاي الخلافات تنعكس على الدوري ونقله، وبالتالي اليوم هذا الأمر مطروح يا أخوانا، أم استغلوها انتخابيا ما يخالف، بس نقلوا لنا دوري كرة القدم ولا بهذه الطريقة الدوري الأدوار القادمة ما أعرف يعني شو راح يمشي. لو نعتمد على قناة الدوري والكأس تنقل، لو إحنا راح نقعد والجمهور ينتظر عود تطلع على دقيقتين ثلاثة على بعض القنوات. للأسف يعني هاي المشكلة تعود لنا من جديد. وعلى ذكر الحالات التحكيمية، حديث التحكيم اليوم يسود المشهد الكروي بكل مباريات الدوري، الحديث عن التحكيم والأخطاء، وآخرها اليوم مدرب نادي السماوة اللي تحدث بكلام مهم جدا لبرنامج استوديو الجماهير، وبالمناسبة هو يوم أبعد كما ذكرنا من المباراة بين فريقه مع القوة الجوية. شنو رسالته تحديدا الى السيد طارق احمد رئيس لجنه الحكام؟ هذا اللقاء يوضح. اخواننا الحكام ان يتعاملوا بادب مع 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 المدربين، لان يعني المدرب ما جاي من فراغ. لجنه الحكام رافعه شعار انصر اخاك ظالما ومظلوما، لكن الحكم المدرب حلقه ضعيفه. حج طارق يعني خل الاخطاء تشخص، خلي يعني بس يعني بخبرته يعني يتكلم مع الحكام، مو 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 هينه انت يعني الحمد لله لا دخلت ملعب ولا تجاوزت ولا ابد، لكن انا يعني من هو انا اقول لك اياها يعني هو يعني الحكم مو مساعد الحكم، من يقول يمكن هاي من ضعفه من يقول اصعد فوق، لو حكم متمكن او مساعد حكم متمكن بالعكس يحتوي المدرب، لان انا ما تجاوزت كان يحتوي المدرب يعني مو هذا.
اذا يعني ما يعني اقول للحاج طارق هلا هلا بالمدربين، يعني انت تحمي حكامك بس احنا ما حد يحمينا، انت تحمي حكامك ويكتبون علينا بس المدرب ما حد يحمي. اقول له شغله واحده دائما ايات قرانيه، اقول له في مباريات من خطا تحكيمي قطع رزق المدرب في كثير من المباريات، هذه رساله موجهه اليه، اذا اللي يساهم بقطع رزق مدرب واطفاله فتعرف شنو، لان يعني المفروض يشخص الاخطاء، مو انا من خلال حكم خلي يسمعني حاج طارق، حكم يتعاقب مع بلعبتنا شنو عقوبته؟ عقوبته شنو اللي سوى لي؟ حكم رابع ما يعني اخذ، بالعكس ارتاح، يعني احنا نعرف تعاقب بمباراتنا، بالمباراه طلعت يعني سمعنا متعاقب هديه الى حكم رابع ملعب الشعب. فلذلك حاج طارق يعني المفروض يكون بعد كل حكم مستحقاقه، لان الاخطاء التحكيميه وصلت الى حال يعني لا تطاق. اهلا بكم من جديد. قبل لا ارحب بضيفي اروح الى فاصل، ومن ثم الترحيب بضيف الحلقه والنقاش بمحور مهم جدا هو حديث الشارع الرياضي والكروي على وجه الخصوص التحكيم ومشاكله على فرق دوري كرة القدم. فاصل ونعود مشاهدينا. وحق الله زحمة يحكمون ذولا فرق شعبية. حكامك وحق بحق الله. حتى رئيس الوزراء ما عاد يقعد حماية. مبروك للحكم سالم عامر، مبروك لهذا الفوز وهارد لك الترف. إذا كان الدوري بهذه المسيرة التحكيمية فأعتبره دوري فاشل. أهلا بكم مشاهدينا، مباشرة أرحب بالسيد طارق أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، أرحب بك أستاذ طارق في حلقة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك وبكل المشاهدين وقناة دجلة لهذا البرنامج الرائع الراقي، اللي هو طبعا أيضا يحفزنا على إن كانت أخطائنا موجودة فيحفزنا عليها إن شاء الله. لا هي موجودة الأخطاء أستاذ طارق، مو إن كانت، هواي أخطاء. هسه أنتم مصدرين المشهد، غطيته حتى على الانتخابات مع الاتحاد، كل الحكي على الحكام. خلينا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم، حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول حب لي أخيك ما تحب لنفسك وخير الناس من نفع الناس. طبعا قانون كرة قدم مبني على ثلاث مفاصل، هو المتعة والمساواة والسلام العامة. كرة القدم وخاصة التحكيم هو عنصر مهم جدا في اللعبة، من طيب. عناصر اللعبة هو المدرب واللاعب والإعلامي والجمهور وزائد الحكم. الحكم شخص معرض للخطأ، وأنا دائما أقول سبحان الذي لا يخطأ، مو كل اللي تعرض وكل اللي قال عنها أخطاء هي أخطاء، لأنه إحنا عندنا هناك لجنة حكام وفيها خبراء ونعرض دائما الحالات اللي ناخذها من قناتكم، من القناة المنقولة ومن ضوء تقارير المقيمين، اللي المباراة التي لم تنقل أيضا على ضوء تقارير المقيمين اللي هم حكام متقاعدين دوليين، فهم عيوننا إذا المباراة ما تنقل. زين. ولهذا احنا نقول الأخطاء موجودة، لكن هل الأخطاء يا أستاذ حيدر مقصودة وكو واحد يريد يأذي نفسه حكم أو يسيء للاتحاد أو يسيء البلدة أو يسيء لسمعته أو لعائلته؟ هاي من رابع المستحيلات. فإذا الخطأ موجود طالما احنا أحياء في الدنيا. بس هاي الطريقة يعني إذا كانت الأخطاء مو مقصودة وتتكرر بهذه الطريقة، ما معناه تحكيمنا بخطر، تحكيمنا لا إن شاء الله مو بخطر يا أستاذ حيدر. ما لها غير تفسير. لا أنا راح أقول لك، قانون كرة قدم تبدل من عند هذا 2018 من 17 مادة 16 مادة، إذا هناك أخطاء. مباراة أمس شاهدتوها أنتم
نهائي قطر ايش صار بيها وبيها تكنولوجيا وبيها فيديو وفيها ثلاثة من اللاعبين انطردوا ومن اعلن ضربة الجزاء تعرف اللي صار وراها وقدامها وصار بالمباراة. وذاك اليوم قبل ايام كانت مباراة بين فريق انجليزي وفريق اسباني زين. ايضا لاحظتوا ضربة الجزاء اللي كانت برا سحبت برا قصدي للداخل فهاي موجودة الاخطاء بكل العالم يا استاذ حيدر. اي بس مو بهاي الكثرة اللي عندنا احنا بكل دور اذا 10 مباريات 8 مباريات يصير بيها حكي على التحكيم والحالات تكون واضحة. مو استاذ حيدر حبيبي مو كل الاخطاء اللي يقولها المدرب. انا قبل شوية حج استاذ حازم وحكوا مدربين زين. استاذ حازم اليوم شنو اللي حدث بمباراته؟ ماكو شيء. انا هسه تفرجت على شهادته عن طريق قناتك يعني هسه انا بالاستوديو تفرجت انه الاهداف صحيحه وحتى هاي الكره اللي لعبت باليد عن قرب واللاعب هو لاصق ايده على جسمه ما بها اي شيء. ولهذا اكو كان يمكن سوء فهم على لاعب اعتقد صار خشونه ويم الحكم المساعد صارت عمليه الطرد. بس انا اقول استاذ حازم احنا نتكلم مع حكامنا وناشدهم بانه تكون قليله من الاخطاء لانه ايضا اللاعب حقه والمدرب حقه والجمهور حقه والفريق حقه. لا مثل ما الحكم قال لك يعني اكو مدربين انقطعت ارزاقهم من وراء التحكيم. لا ما صور بهاي ما نوصل لهاي الحاله لانه الحكم ما يجي يتقصد ويتقصد هذا المدرب من اجل ان يترك ويقطع رزقه. يعني ما اتصور هيك حكم يدور على هيك مدرب. لا لا بس انا اقول بسبب الاخطاء يقول لك الاداره ما راح تصبر يغير النتيجه. احنا انا اقول بس الاستاذ حازم والمدربين اخواني الاعزاء والجمهور المدربين صبرا انا داود صبرا صبرا لانه الهدوء مطلوب لانه مثل ما قلت لك اكو سلامه ومتعه ومساواه هو هذا قانون كره قدم. ايضا اكو الحكم يدور مساواه والفريق يدور متعة. اكو فرق ذبحت يا اكو فرق ذبحت يا استاذ طارق. والله استاذ احنا على ضوء يعني فريق كربلاء في مباراة امام الزوراء تعرف شنو صار وياه. لا لا هاني يعني الحديث لفريق امانة بغداد، حديث لفريق الصناعات الكهربائية، حديث للسماء، يعني كل الفرق تشكي تكرار حكام لفرق معينة. يعني اليوم استاذ طارق انا احكي لك اياه بصراحة، يعني الضغوط كبيرة جدا ولأول مرة انا اشاهد اليوم يعني رغم انطلاق مبادرة الأخ علي الأسدي اللي تحاول تقلل الضغط، لكن الوضع يعني البعض يعني ما راح تقدرون تتحملوه خلال المرحلة القادمة. والله راح أقول شيء واحد، أنا أشكر أول مرة أستاذ علي الأسدي لأنه هاي المبادرة مالته طيبة وأتمنى كل الأندية تحذو حذوة. إحنا مستعدين أن نسوي ندوات ومناقشات مفتوحة مع الجمهور مع المدربين مع اللاعبين كلجة حكام كحكام. احنا ترى ما قاعدين بس احنا مو اقول لك مو كل اللي دين عرض هو يعني بالصحيح. يعني انت هسه قلت لي اكو مباراه بغداد والنفط، انا كنت جالس في المباراه لا يوجد اي شيء يعني حدثت في المباراه. اما مباراه الزوراء نعم انا اقول لك اكو ضربه الجزاء اول صار عليه اشكال وانما حاله التسلل اللي رفعها المساعد كان قراره صحيح 100% الغاء الهدف. زين احنا ليش ما نحكي زين ركله الجزاء كانت ركله الجزاء بما انه حكيت بها كانت صحيحه؟ لا 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 انا اقول لك كان بها اشكال يعني ضربه جزاء انت من تريد لا مو انت في يعني وقتها صارت رده فعل قلت يعني نبعث الحاله للاتحاد الاسيوي يعني معقول لا لا احنا كل حكامنا ما يقيمون حاله؟ لا لا استاذ احنا هذا مو هذا الكلام زين. الكلام مو هالشكل. انا تكلمت فعلا بس مو هذا الكلام. ما قلت انا راح اعلن، قلت زين. اذا يحبون تريدون انتم ما تأمنون بينا وما تثقون بينا نرفع لكم هيك الحالات الى الاتحاد الاسيوي والاتحاد الدولي اذا ما تثقون بينا وقراراتنا. اما ليش ما تطلعون القرار واضح هي صحيحه لو مو صحيحه؟ لا لا هي انا اقول لك خذها من عندي ايه؟ من تمشي الكره تعتبر داخل منطقه الجزاء، من توقف الكره خارج منطقه الجزاء، بس اذا براينا هي خارج منطقه الجزاء كان هناك خطا من الحكم والحكم المساعد لانه كان زين. مختلفين بالقرار ولهذا تم ايقافهم على ضوء تحليل لجنة الحكام. أما مباراة يعني مثلا أنا أجيب لك زاخو والشرطة، الحكم اللي لغى الحالة الزاخو لا كانت 100% حالة تسلل. عندك مباراة الديوانية تسألني لا خطأ فادح بإلغاء الهدف للديوانية كان هدف صحيح وحالة تسلل تم إيقاف الحكم المساعد.
احنا ما عايزين ولا خايفين من الديوانيه. ويا من لغى لهم هدف صحيح ويا نفط الوسط؟ لا ويا نفط الوسط بالديوانيه. زين هو حكم دولي يعني حكم مساعد دولي بس احنا منو تم ايقافه حللنا الحاله وتم ايقافه. منو كان هو الحكم؟ كان جليل صيفي. جليل صيفي حكم دولي. ليش ما متقصد؟ ليش قمتوا تعلنون؟ ليش قمتوا تعلنون الاسماء؟ احنا ما اعلنا لحد الان. بس جاي تعلن الاسماء استاذ طارق؟ لا لا انت من قلت لي لان هي المباراه مكشوفه. جليل صيفي وش اسمه يوسف سعيد هم كانوا في المباراه وعندك امير ناجح كان في المباراه. ليش قبل تقولون ما يصير نعلن ليش هسه تقولون الاسماء؟ طبيعي لا لا هسه يا اخي هي المباراه راحت صارت يمكن صار لها فالدورين ثلاثه وماكو واحد ما درب بالاسماء ولهذا انا ببرنامجك معزه بيكو برنامجك وصار لها حوالي ثلاث ادوار من دور الثالث. زين ولهذا انا قلت لك بالاسماء ولا انا مو اعلن عنها بس انا قلت لك بالاسماء لانه مستقبلا تعلن الاسماء بعد؟ احنا نرفع توصيه للاتحاد والاتحاد اذا امرنا بها لانه هو احنا مرتبطين برئيس ونواب رئيس مجلس اداره الاتحاد اذا يعني وافقنا بنشر الاسماء ما عندنا مانع لكن مخالف لتعليمات الاتحاد الدولي والاسيوي. مخالف؟ مخالف. طيب انت تقول احنا ما قاعدين يعني الان الفرق اللي تاذت بسبب هالموضوع يعني شنو خطواتكم؟ انت تقول ما قاعدين وجاي نشتغل على الموضوع، جاي تسوون مثلا؟ احنا اول شيء راح بعد ايام يمكن مباراه عندنا اكو مباراه مع فلسطين عندنا هذا الدور السادس اعتقد راح يمشي فعندنا هناك اجتماع مع الحكام الدوليين بالبدايه ومع بعدين مع الحكام الدرجه الاولى وعندنا تحليلات وعندنا تعليمات وعندنا اعطاء يعني تفاصيل للقانون لربما الاخطاء مرات تحدث يعني في تفسيرات القانون هاي وحده اثنين بالتعاون ثلاثه يعني بالحالات اللي جت جديده بالقانون كره القدم ولهذا اصبحت يعني القانون اللعب عليها تشكيل هواي هسه احنا موجودين يعني بعدنا 2018 ما كمل جتنا تعديلات جديده تترجمها لقانون اللعبه فانت شوف قيس هو وبعدين لا تنسى هو قلت لك نروح نرجع بشر ما يعني متعمد بخطأه هناك اخطاء موجوده بكل العالم وهناك يمنا اخطاء لكن مو كل العنت يا استاذ حيدر يا حبيبي مو كل العنت هي اخطاء يعني هسه مثلا البارحه اول البارحه طلعت حاله على اساس حاله تسلل بلعبه الكهرباء وبغداد الجول الهدف الإلغاء حكم المساعد الكهرباء والطلبه قصدي العفو يعني الكهرباء والطلبه كان الهدف الإلغاء حكم المساعد 100% صحيح لاعب هو استلم كره لاعب الثاني موقف تسلل استلم الكره تدخل باللعب يعني معناته حاله تسلل بس دقيقة يعني الهدف اللي لغى الكهرباء كان تسلل واضح واضح 100% وصار عليه لغط صار عليه اشكالات زين ولهذا هذا ما بي خطأ مو خطأ اللغة هو قرار صحيح صارت حكي عليه وكلام عليه بالإعلام ولهذا أنا أقول لك يعني حالة تسلل واضحة بعد إذا تريد أكون حالة اللغة ركلة الجزاء اللي منحت لفريق أمانة بغداد على حساب الصناعات لما فريق ضربة جزاء صحيحة 100% والبارحة كان الحكم عضو لجنة حكام والمقيم حكم دولي وعباس عبد الحسين ومنسق بالاتحاد الآسيوي أعطاك الحالة وأعلنتها أنت وكان ضياء جنديل كان قراره صحيح 100% بلالتي 100% ضربة جزاء لعد ليش بعض الأمور تصير قضية يعني أشبه قضية شنو البيدين أستاذ حيدر حبيبي احنا مو بدينا من ده يطلع بالإعلام أنا لما أرجع وأجي أحلل وأجي أطلع أحكي هو الإعلام طالع عند الحالة ومطلعها وحاكين علينا وعبالهم أخطاء هي مو أخطاء يا أستاذ حيدر والله ماكو أخطاء والله ودعت قلة الأخطاء لكن تكبرت يعني أخطاء حكامنا قليلة؟ قليلة أنا أقول لك إياها اللي أكثر الكلام اللي صار هي أكو أخطاء وأكو ماكو أخطاء أسادني الحالتين مال أول اليوم أمس الأول مو أخطاء لحالة التسلل وضرب الجزاء قرارين صحيح على الحكم طيب الرسائل كثيرة توصلنا تعرف يعني يصير الموضوع التحكيم يعني كل إدارات الأندية تستنفر جهودها ومكاتبها الإعلامية اللي جاي يصير بالحقيقة يعني أمر خارج الاعتيادي مع العلم أرجع وأشيد
بالمبادرة اللي أطلقها رئيس نادي الكهرباء السيد علي الأسدي، واللي لاقت استحسان وتضامن عدد كبير من إدارات الأندية، يمكن الزوراء، أعتقد نادي الشرطة، نادي نفط ميسان، نادي النفط، كثير من الأندية أعلن تضامنها مع هذه المبادرة اللي أيضا نتمنى يعني تكون جزء من الحل، لأنه أنت ما ممكن يعني تقضي على المشكلة بأكملها. يعني التحكيم راح يبقى حديث اليوم للفرق. استاذ حيدر حبيبي، تفضل. استاذ حيدر، برنامجك مسموع، وبرنامجك مشاهد من قبل العالم والعراق والدول العربية ودول الخليج. لهذا احنا هاي المبادرة اللي طرحت من استاذ علي الأسدي وايدوه كل الأندية مشكورة. اتمنى ايضا قناتك وانت خاصة، لان كلامك مسموع استاذ حيدر، الكلام مسموع، والحكم بشر، والحكام يعني هم دم ولحم، هم يراد لهم حالة نفسية، وهذا الضغط النفسي يأثر عليهم، الضغط الإعلامي. أنا أتمنى أنت من ضم صوتك وصوت البرنامج. أنا صوتي يعني، بس تعرف أكو أندية صارت مطالبهم كبيرة، أو إدارات أندية، مدربين، يعني يقول لك معقولة يعني بس السيد طارق أحمد لازم يكون رئيس لجنة الحكام؟ يعني الناس بدأت تفقد الثقة، وصار الحكي عليك أنت شخصيا. زين، يعني أنت وحدك لا تصلح أن تكون رئيس لجنة الحكام أستاذ طارق؟ زين، أنا راح أقول شيء واحد. هو إذا طلع طارق أحمد وإذا بقى طارق أحمد، إذا مثلا تقول بدي أقول لك الأخطاء موجودة طالما أحياء، وقانون كرة القدم بدي يتبدل به وبدي يتعدل قانونه طالما أحياء. إحنا ما طول هاي المبادرة، خلي نجي نقعد بهاي المبادرة أنت والقنوات الباقية والمدربين، خلي نقعد سوا ويا لجنة الحكام ويا الحكام، وإحنا نطلع الحالات اللي صار عليها لغط ويا الحكام ويا لجنة الحكام ويا الأندية، حتى نراويهم هل هناك أكو أخطاء يا أستاذ حيدر، وشنو نسبة الأخطاء؟ لا أحكي عليك طارق أحمد، واحدة فقط من يصلح لقيادة هذه اللجنة؟ هاي مو أنا اللي قررها، هاي اللي قررها. أول مرة راح أقول لك شيء أستاذ حيدر، ايه؟ اللي جايب طارق أحمد الله سبحانه وتعالى، والناس والحكام اللي جايبين طارق أحمد والطيبين بانتخابات سرية. يعني هسه هاي انتخابات انت تقرر تقول سري، انا ما راح اجاوبك عليها، بس اقول اللي جابني الحكام وقبلها الله سبحانه وتعالى، والناس كل الناس طيبين اللي رشحوا طارق احمد. طارق احمد مو انسان عادي، حكم دولي، مقيم دولي، مقيم اسيوي. مو انا اللي اقول، قلت لك بعض المطالب يعني تصعد يعني بسقف الطموحات يعني اليوم يعني ادارات يقول لك ما معقوله يعني نفس السيد طارق احمد، يعني كانه صارت مشكلتهم وياك انت. يعني ان شاء الله ماكو مشكله، وانا ما احس هاي الاشكالات، ما احسها، لانه دائما التقي بيهم، وبالعكس اكو ترحيب واكو علاقات طيبه ووطيده. بس انا اقول لك هاي الحالات اللي انثارت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتقلل بالمباراه القادمه ان شاء الله. واريد انا جهدك وجهد البرنامج مالتك ان ايضا ينصب من اجل خدمه الحكام، ومثل ما نخدم اللاعبين ونخدم الأندية، زين. إن شاء الله الحكام هم حتى يصلون دور، حتى الضغط النفسي يخفف عن الحكام. يعني اليوم مضغوطين حكامنا؟ مضغوطين، نعم مضغوطين نفسيا، ضغطوا نفسيا، زين. وضغط الإعلامي صار قوي عليهم، مثل ما أنت تقول أنا زين. أنا بالنسبة لي طارق أحمد معقولة ينزل ويا الحكم، يلزم سافر يحكم، أو يلزم علم يوقف حكم مساعد؟ زين، إذا حكم يخطأ بالعالم يبدلوه، لازم الرئيس لجنة الحكام ويبدلوه، إذا كل مباراة ومباراتين يجيبون كم لا مو تراكمت استاذ طارق، يعني مو من مرة، مو من خطأ واحد الناس قالوا لك تعال يعني اطلع، تراكمت. لا انت مو، انا دا اقول لك يا استاذ حيدر يا حبيبي، الاخطاء انتوا اللي قلتوا عليها قبل يومين هي ما موجودة اخطاء، لا ضربة جزاء ولا تسلل، ما موجودة اخطاء. انا ما احكي على قبل يومين، احكي على يعني خاصة الادوار الاخيرة دورين، يعني هو كان دورين مال الزوراء ومال الديوانية فقط. اما انت تجينا على بغداد، انا كنت جالس بالمباراه، انا كنت جالس بالمباراه، كل هاي الضجه، وشفنا سيد محمد فرحان بارك للسيد سالم عامر، قال له مبروك عليك باعتبار انت الحكم. يعني الرجل اذا قال له مبارك عليك، هذا راي الرجال، رايه يعني رايه محترم الاستاذ محمد. بس انا اقول لك لو يراجع الفيلم وراجع المباراه تجي يمنا، اعتقد يصير قرار الى غير اخر يعني. وحتى اللي حكوا علينا اول البارحه وامس الاول على ضربه الجزاء مال الصناعات، واللي حجوا علينا مال الكهرباء ايضا، اليوم المبادره هو مال الاستاذ علي الاسدي، يمكن اكون غطت على هاي الحاله، انه زي. الحاله انا اقول لك صحيح، بس اكو اعتراضات كثيره، ولهذا انا طالب ايضا لجنه الضباط ان تطبق لوائحها بصوره
جادة وبصورة يعني على منو بالضبط يعني قد تطبق على كل واحد يطلع عن القانون عن القانون. طيب سألتك سؤال جامد، سيد طارق أحمد أفضل من يقود هذه اللجنة؟ أنا ما راح أقول، أقول الناس هو اللي تقيم طارق أحمد. أنت برأيك يعني؟ لا أنا ما راح أقول على نفسي، لأنه كل واحد اللي يحمد نفسه يصير مذموم. بس ما بيها شيء يعني، أحيانا تجي من الثقة بالنفس. لا أستاذ حجر، أنا ما راح يصير أنا أجي أسألك أقول لك أنت أحسن مقدم برنامج، قول على نفسك مقدم أحسن مقدم. جماهير الناس اللي أنا وغيري والحكام يقولون عليك أنت زين. يعني بس مو الحكام شو يقولون عليك؟ أنا شو يقولون؟ يقولون أخوتي، يقولون أبويا، أبونا وأخونا طارق أحمد. طيب تقنية الفيديو أستاذ طارق طالبت إنه تطبق؟ والله شوف أنا راح أقول لك فشيء واحد، اليوم الاتحاد الدولي طالب اتحاد وطني بالخليج إنه ما يطبق شغلة التقنية إذا ما يأخذ موافقة الاتحاد الدولي، وإذا ما هناك زين. كانت موافقة من الاتحاد الدولي هاي وحدة، وهناك تكنولوجيا قوية أجهزة يعني حديثة ودورة للحكم اللي يكون هو على التقنية وعلى الفيديو، يلا يطو إجازة بالتقنية. وراح يزيدك بعد علم أنه هاي التقنية راح ستطبق في نهايات كأس العالم في موسكو، ولهذا احنا ما نستعجل هذا القرار، لكن صار حديث مع أستاذ محمد ياجل، أستاذ محمد ياجل بهذا الخصوص، أول مرة نسوي دورة ويجيب لنا الأجهزة ونطبقها مثلا في ملعب الشعب، ووراها نطبقها تجريبي ما نعلن عنها، تجريبيا نطبقها ونعطي نسوي تعليمات أو نسوي دورة للحكم اللي راح يطبق عليه. هسا حتى قضية هاي التقنية يعني وين نطبقها؟ احنا إذا نقل تلفزيوني ماكو، وهذا النقل التلفزيوني ترى أكثر ما يقلق اليوم الأندية، يعني أكو أندية مبارياتها أحيانا ما تنقل وتنقل مباريات اخرى يشكون، زين اليوم شلون كل المباريات ما منقوله؟ والله انا هاي مو اختصاص اشتار، شركه اشتار مع القناه الناقله، اجور الحكام، اجور الحكام من الناقله شلون مو اختصاصك؟ لا لا قضيه يعني مرتبطه بالحكام، اجي اضغط. بس احنا اكو عقد مع العراقيه الرياضيه، واكو عقد مع شركه محمد ياجل من اجل نقل المباريات. اما اليوم هسه انا سمعت من عندك من نقلت مباراة، انا ادري يمكن اكو خلل على مود، يوم امس كانت امطار كثيره واليوم، فاعتقد والملعب كان يمكن يعني به اشكالات، فيمكن ما صار، ما ادري يعني استغفر الله، هل الملعب به اشكالات او ما به اشكالات؟ بس انا ادري يمكن الامطار ولا يعني عقد، تم اعاقه نقل المباراة الجويه، اعتقد يعني مو قضيه العقد وشبكه الاعلام. اتمنى عدم جاهزيه الملعب. ليش ما جاهز الملعب؟ لا جاهز الملعب، بس اقول لربما صارت امطال على الكاميرات، لربما اكو خلل زين. بالنقل لربما، يعني هاي كتحليل يعني مو موثوق 100% من عندي يعني زين. لكن تسمعت بي زين. كلجنه حكام كطارق احمد، انت اليوم شو تقول للادارات والمدربين واللاعبين قبل لا اقرا لك كم رساله؟ والله انا راح اقول شيء واحد، اقول يا اخوه يا اعزاء، احنا الحكام هم يدورون سلامه اللاعبين زين. ولو انت اليوم اعتقد شوي بالغت انه قلت ماكو اخطاء يعني عند حكامنا قليله. لا اكو يا حبيبي يا استاذ، والله لا تقول قليله، اكو اخطاء بس الاخطاء قليله، لكن قليله استاذ، بس الاخطاء اللي انا اقول لك دائما احنا لو يا ريت انا مقترح عليك زين، انت من تريد تطلع حاله ادز لك كلش حكام على حالات اللي طلعها، تجيب ضيف يحلل لك الحاله. لا ليش ما ليش ما تسمح للمقيمين يروحون بعد المباراه؟ هو مقيم وعينك هو بالملعب. استاذ هاي مو كافي، هاي مو كافي استاذ، هذه والله بيها مزاجيه، احنا عندنا مقيمين احيانا يصرحون احيانا ما يصرحون. اي بس انا اقول لك استاذ، انت مو تقول عيني. لا انا اقول عيني بنكتب لنا التقرير انه زيان. لكن ما موجوده بالعالم، طلعت في يوم مقيم يعني مقيم يحكي على مباراة، يتكلم في مباراة أندية الآسيوية، المنتخبات، الأولمبيات، ماكو مقيم، ماكو مقيم. أنت طلبت مني أساعدك، فأنا حتى في وقت غير أساعدك. أنا أريدك، لا أنا أريد من تجي تطلع لك أنت لقطتين ثلاثة أو أربعة اللي عندك أنت مسجلها، أنا أدز لك. أنت تريد لجنة حكام، أنا أدز لك لجنة حكام واحد من عندهم كل مرة يحل لك الحالة الصحيحة، فإن إن مو صحيح فعلينا حتى احنا نروح نتم ايقاف هذا المقيم، هذا الحكم.
طيب الأخ الإعلامي الزميل مناضل الساعدي يقول تحياتي لك ولضيفك الكريم وسؤالي للسيد طارق أحمد، إنه إذا كان مدافع عن الحكام بهذا الشكل لماذا لم يفي بوعده تجاههم عندما بلغهم بأنه سيستقيل إذا لم يمنح الحكام استحقاقهم لغاية الدور الخامس من المرحلة الثانية، في حين هم استلموا فقط 8 أدوار من المرحلة الأولى؟ راح أقول شيء واحد. أنا نظام صوتي وهم تعرف يعني مثل ما هم مثل ما أنا ابني حكم، هم أولادي إخواني. نعم هم صرفوا ويمكن اداينوا وصرفوا وراحوا للمحافظات، لكن هاي طبعا الإشارة هي من يجوز من حكم. أنا 8 أدوار 8 أدوار استلموا، لكن وعدنا السيد رئيس الاتحاد مشكور ونواب الرئيس ومجلس إدارة الاتحاد بأنه هاي هذا الأسبوع إن شاء الله أكو تحويل من مبلغ راح نستلمه من الجومبية، سيتم توزيعه إلى الحكام كل الأدوار المتبقية. هذا الأسبوع إن شاء الله، أقول هذا الأسبوع إن شاء الله إن شاء الله. زين، هنا عندي رسالة يقول السلام عليكم أبو آدم على ضيفك الكريم، هل يوجد بالعالم حكم يحكم مباراتين متتاليتين لفريق واحد وتم الرفض من الحكم لكن تم إجباره على تحكيم المباراة؟ والله ما عندي يعني هيك حالة. يعني الأخ علي خلف نادي الصناعات، لا 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 علي خلف بين دور ودور صارت يصير عندنا مباريات. أستاذ علي خلف حبيبي ليش من مباراتك أنت ما شاء الله أغلبت بيها والطلبة فزت بيه هو هذا الحكم، مباراة الثانية هو ما جاك، جاك بالمباراة الثالثة مو مباراة الثانية، لعبة على لعبة. احنا اعتقد راح لعب بالسماوة وبعدين لعب بغداد، يعني قصدي يعني مو ايه لان هو ما جاء دور على دور. لا لا استاذ علي انا ما جاك دور على دور حبيبي، انت مباراة الاولى فزت بيده، مباراة تشوف الفريق اللي يخسر وبعدين البنرتي اللي عليك بنرتي استاذ علي بنرتي اي نعم بنرتي. زين شو من كلامك احسك يعني متضايق من الصناعات الكهربائية؟ وردة اخواني اعزاء واستاذ علي اخوي العزيز وقدام اخوي العزيز تحياتي لك وكل الأندية أولادي أخواني أصدقائي، وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى تخلي الأخطاء وما حد ينظلم بسبب قرار تحكيمي. زين الأخ تحياتي لك رائد حميد أبو شهد يقول راح يجي يوم ونشوف السيد طارق أحمد يعني يتحلى بشجاعة الاستقالة حتى يرتاح من هذا الضغط. والله ليش لا، إذا أنا أحس صرت ثقيل على المعدة وعلى قلوب الناس ما عندي مانع. إيه اكو ناس انت ثقيل عليهم استاذ طارق. اي شكوا بيها يعني واحد من 51 يعني احنا 51 الهيئة العامة إيه؟ ونشوف بالانتخابات شوف بالانتخابات راح تفوز بالانتخابات ما ادري الله سبحانه وتعالى ايش كاتب لي، يقول لك البشر هو بالمضغة الله كاتب له هذا الكرسي اللي مو له هو للرب العرش العظيم. زين فاذا هو كاتب لي الله سبحانه وتعالى انه ابقى بهذا المركز فباقي، إذا هو يطلعني الله سبحانه وتعالى ناخذ تحية واروح استقل واترك الرياضة ككل. زين هنا تحياتي للفريق الركن السيد محمد العسكري تحياتي لك، يقول استاذ ابو ادم السلام عليكم، يقول انا اتصلت بمدير العراقية الرياضية وقال لي لن تنقل المباراة لعدم توقيع العقد لعدم توافر الاموال وليس لرداءة الجو. يعني هاي أصدق بسلامي لسيادة الفريق محمد العسكري وكلامه ثقة وهاي وجود هو متصل كلامه ثقة والمعلومة كارثة يعني أي يعني, يعني إذا احنا هسه ننقل بدون عقد بدون توقيع عقد فهذه مشكلة وطامة كبرى يعني شلون؟ هاي بكرة إن شاء الله احنا عندنا دوام بالاتحاد أستاذ حيدر زين وأنتم إن شاء الله قناتكم متواجدة وراح نشوف اللجنة القانونية المتواجدة عندنا ويا العراقي الرياضي ومحمد ياجي شركة اشتار نشوف بكره نشوف ان شاء الله. تحياتي للاخ عمر عبد الكريم اللي ناشر صوره في جروب فايبر استوديو الجماهير يدعو للكابتن جليل زيدان الشفاء العاجل بعد تعرضه لاصابه في الركبه. شكرا للاخ عمر عبد الكريم وسلامات للكابتن جليل زيدان. طبعا هنا الاخ ايام الخزرجي يتابع ويانا المبادره وتضامن الانديه وياها نادي الشرطه وغيرها، شكرا جزيلا. شكرا والأخ جزيلا. ايضا عمر عبد الكريم يتابع مع الاخ ايام الخزرجي، يعني نتمنى على الاقل يعني هاي المبادره احنا قلبا وقالبا وياها تقلل يعني تقلل نوعا ما تصير ورش عمل يعني يصير شيء حقيقي، لان فعلا اذا بقى الامر على ما هو عليه فالامر خطير استاذ طارق المرحله القادمه. استاذ حجر انا كلامك مسموع على عيني وعلى راسي انت وقناتك وكل المستمعين وكل المشاهدين والانديه وكل اللي ضامنه
ويا المبادره مال الاستاذ علي الاسدي وكل اللي انا ما تذكرت الاسماء كلهم مشكورين للانديه. ولكن مثل ما انت تطرقت ورشه عمل راح نسوي ورشه عمل. هنا الاخ ابو عمار الداقوتي تحياتي لك من البصره يقول اغلب حكامنا يتعاطفون ويا الفرق الجماهيريه وملاعبها، حتى الميناء يقولوا انا اشجعهم، من يلعب بارضه احيانا تصير مجاملات. هاي خلينا ننسى هاي المجاملات استاذ حبيبي استاذي عزيزي انت، خلينا ننسى هاي المجاملات. الحكم ما يصير يجامل على ضميره او على سمعه عائلته او على سمعه الاتحاد او على سمعه لجنته او على سمعه الحكام، ما اتصور مجامله ما اتصور. تحيه للاخ سامر الشبلي يقول اغلب الفرق اللي تنظلم هي المحافظات وتحديدا امام الفرق الجماهيريه. هاي ان شاء الله ما موجوده، وان شاء الله كل فرقنا من بغداد الى البصره الى زاخو هي كل العراق ان شاء الله. هو هاي تصريحات ترى على مدربي يدربون عندنا. لا انا راح اقول، انا اقول كل العراق من البصره الى زاخو الى بغداد كل المحافظات على عيني وعلى راسي، ما عندنا كلها مساواه. انا قلت مساواه سلامه متعه، قلت قانون كره قدم هو هذا. واضح. تحياتي للاخ كرار محمد مدير مكتب اعلام نادي الحسين، ويقول نادي الحسين الهيئه الاداريه تتضامن مع مبادره السيد علي الاسدي. الاخ محمد وضاح يقول حكامنا ينجحون خارجيا بالدوري عندهم اخطاء، واعتقد انه هذا بسبب الضغط. تحياتي للدكتور منذر. انا اشكر استاذ محمد واشكر نادي الحسين المتضامن ورئيسه هو اللي استاذ كامل صغير، ان شاء الله اشكرهم. تحياتي للدكتور منذر عباس يعني من لندن، يقول تحيه للسيد طارق احمد، كثير يتهموك بان هناك مجاملات لابنك محمد طارق في مساله الافادات ومساله اناطه المهمات التحكيميه، ردك على هذا الموضوع. والله هو ابني مو يعني موظف وطي جازة حتى يقعد ينام بالبيت، ابني قدام الكاميرات وقدامكم الاعلام ده يحكم، وبعدين اللي ده يطلع برا لا انا وياه رايح ولا، وانت تعرف هناك ما يجاملون لا الاتحاد الاسيوي ولا الاتحاد الدولي. الدليل اخر دورته صارت في اليابان هسه الان رشحوه الماليزيا. البارحه باركنا لك صراحه، لان قلنا مثل ما ننتقد اكو نقاط مضيئه نسلط الضوء عليها. نعم. فانا بالعكس انا مو ما جاي امدح ابني، لكن اقول هذا همين ابن العراق ورافع اسم العراق ان شاء الله حاله حال الحكام اللي الان عندنا حكام اربعه نخبه يمثلون بلدنا، وعندنا يعني حكام ساحه وعندنا سته مساعدين نخبه ايضا. محمد يعني خلي يكون من ضمنهم ان شاء الله، رايح هو للفاينل للاتحاد الاسيوي ان شاء الله، وهم هناك لان لغه انجليزيه ولياقه بدنيه وقانون ويعني مو اللي انا قيمه، هم اللي قيموا حاضرين الدوليين. تحيه للاخ محمد هيتشل مدير شركه عشتار مدير تنفيذي، يقول تحياتي لك ولضيفك الكريم، لدينا مشكله حقيقيه مع شبكه الاعلام العراقي التي تعاوننا معها كثيرا في هذا الموسم، ولكن لا طاقه لنا بالاستمرار حيث لم تسدد الشبكه اجور المباريات منذ بدايه الموسم وحتى الان. بعد وين تروح هاي الفلوس؟ والله انا اقول خلي الرياضيه العراقيه يعني خلي تكون عند كلامها من قالت انا راح انقل المباريات ويا استاذ محمد هاجل وتوقيعها مع القانونيه مالتنا من اتحاد كره القدم. طيب. وحتى عليها يعني ديون لو سددناها كان نعطي اجور للحكام. الاخ روان الناهي يقول كل اوروبا وبكاس العالم وبكاس اسيا يعلنون العقوبات، منين السيد طارق احمد جاب انه العقوبه ما تنعلن؟ ممكن ينورنا بنسخه من ماده الاتحاد الاسيوي بخصوص هذه الفقره؟ انا اقول للاستاذ روان سلامي لك يا حبيبي يا اخوي يا عزيزي، انا هم راح معطول الشكل هم راح اني على كلامك راح افاتح الاتحاد الاسيوي بهذا الخصوص واعطيك نسخه من الكتاب. لا مو تفاتح، عندك اللي يقول لا انا عندي اي لا عندي هذا التصريح، بس انا راح يعني اكد على ذلك. انا فاتح هسه بالجديد اقول لهم يا اتحاد الاسيوي هل تنشر عقوباتكم؟ هل تنشر عقوباتكم؟ اذا قالوا لي انا انشر عقوباتي بالاعلام، وتضامن معك يا روان الناوي مع كل القنوات. الاخ حيدر الغزال النجف يقول الحكام بشر والاخطاء كانت اكثر في المواسم الماضيه، لكن تطور تصوير الدوري جعلها تظهر بشكل مخيف، وتحيه لاستاذ طارق احمد. تحياتي لك. اشكرك. وتحيه لكل الاخوه اللي راسلونا، شكرا جزيلا، وشكر موصول لك السيد طارق احمد رئيس لجنه الحكام، وان شاء الله نتواصل مع الايجاب والسلب، يعني الايجابيه هاي التضامن المبادرات غيرها احنا متواجدين، والحالات التحكيميه بالتاكيد سيتم تشخيصها. شكرا جزيلا وشكر موصول لكل جماهيرنا ومتابعينا.
كنا في حلقة استثنائية هذا اليوم من استوديو الجماهير. تقبل تحياتي حيدر زكي، على أمل اللقاء يوم غد وحلقة جديدة من البرنامج.